حالة من الذهول والحزن أصابتهم، فها هم يبحثون هنا وهناك عن صغيرتهم لعلهم يجدونها بعدما فارقتهم. فالأجواء التي كانت تملأها السعادة والفرح من التنزه واللهو تحولت إلى إسراع. تفقد الأهالي كل مكان حتى يجدوا البنت الصغيرة والتي تبلغ من العمر عام ونصف، وفقدوها بأحد شواطئ سرت الليبية. لكن المفاجأة جعلتهم يطرحون أرضاً من شدة الذهول. فما القصة؟ الأب يحاول أن تنعم أسرته بالسعادة، فيعطيهم ما يطلبون من أموال لشراء متطلباتهم. وحينما يأتي وقت الإجازة الإسبوعية، يسرع إلى اصطحابهم إلى أي متنزه يختارونه لقضاء يوم جميل. والصغار يحبون المرح ويلهون هنا وهناك، ووالديهما يتابعونهم بأعينهم الحريصة على الحفاظ عليهم من أي أذى قد يلم بصغارهم. عيون متفحصة تبحث عن الخطر في كل لحظة. صغيرات يلعبن على أرض رملية ويجسدن بتلك الرمال أشكالاً مختلفة من التصميمات. لكن هذه البهجة التي تملأ الصورة على أحد شواطئ مدينة سرت الليبية تحولت إلى كابوس بعدما حل بهذه الأسرة التي فقدت صغيرتها. فتاة صغيرة فقدت على أحد شواطئ مدينة سرت الليبية حولت أجواء المصيف من مرح ولهو إلى فرقة، وبحث الجميع عن الصغيرة. فها هو الأب يبحث في مكان والأم في آخر. أبناء الشعب الليبي من فرق الإنقاذ والإسعاف وغيرهم لا يعلمون عن الصغيرة شيئاً، فلا يوجد لها أثر في أي مكان. فها هو المشهد يتجه إلى تسبب أحد في أخذها عنوة. آيات التي تبلغ من العمر عام ونصف تركت الحزن في قلوب معظم أبناء الشعب، لكن الأسرة بلغت من الوجع ما لم يبلغه أحد، حيث فقدت أختها التي تبلغ من العمر 5 سنوات العام الماضي. قوات إنقاذ انضمت إلى الصورة للوصول إلى آيات عبد الرحمن، فالغواصين وجميع رجال فرق الإنقاذ الليبية يبحثون في العديد من الشواطئ المجاورة لشاطئ سرت. ليس لها أثر. هذا ما رجعت به جهود فرق البحث والإنقاذ للرد على أهلها. فالصورة الآن أصبحت أكثر قتامة من ذي قبل، لكن اللحظات الحاسمة اقتربت. حقيقة مؤسفة وشيكة للطفو على السطح ليعلم من خلالها الجميع مكان آيات. فها هم بعض الغطاسين يعثرون على جسد الصغيرة في مياه شاطئ محاذ لشاطئ سرت، وقد فارقت الحياة. جهات أمنية وفرق من المتطوعين حاولت الوصول إلى أي خيط من الخيوط المبعثرة حول اختفاء آيات، فالجميع كان يبحث لعلهم يعثرون على أي دليل يقربهم من الوصول إليها. صورة جمعت معظم فصائل الشعب الليبي تضامناً مع الصغيرة التي ينفطر قلب أمها عليها من البحث ومحاولة الوصول لها. فها هم المغردون على صفحات التواصل الاجتماعي يشاركون في جهود البحث، لكن في النهاية باءت كافة الجهود بالفشل حين لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة قبل أن تنجح قوات البحث في الوصول إليها. برأيكم، فإن التأخر في العثور على جسد آيات مسؤولية من في ليبيا؟